حاجات ايه يا بنت اللي قالك عليها؟ يوه وانا شعرفني هو اللي شيعني ليكي. طب اتنيلي استني. الو؟ ايوه يا حميده. ايوه يابا، العيال كويسين وبيبوسوا ايديك. اصل انا كنت عايزه برعي، مش عارفه مشيعلي البت ورده ومش عارفه عايزه ايه. عطليها قد ما تقدري عندك. وبعدين بقى ايه اللي انا مش فاضي ولا شغل. يلا مع السلامه. يا برعي يلا صوره بقى، هنقعد طول النهار ولا ايه؟ تمام يا حاج، بلاش كله تمام. يلا يا ابني انت، هو خلصونا. طب انا هقوم بقى عشان عوقت قوي على المغلق. يا بنت اقعدي، انت متصربعه على ايه؟ ما انت عارفه الحاج بقى بيقعد يزعق، يمكن يحتاجني في كوبايه شاي كوبايه قهوه. ما انا مكلمه الحاج قدامك، ما قاليش يعني انه عايزك ولا حاجه. طب انت عايزاني في ايه يا بنت؟ واحنا لسه رغينا، ما قلتليش اخبار ستك بهجه ايه؟ هقولك على كل حاجه. طب استني لما نعمل شويه قهوه عشان ندردش. سم ايديك. عايزه تعرف مني قال كل حاجه عن ست بهيجه. اسمع الفاضية، يلا. ما توعي ولا في ايه؟ في ايه يا خربتكوا؟ استنى يا بيت راحة فين؟ استنى يا بيت راحة فين؟ راح المغلق يا اخوي. الحاج ما انا اي حد يخش المغلق دلوقتي. انت ولا جننت ولا ايه؟ لا بقول لك ايه يا ريس ورعي. في ايه؟ ايه اللي جابك بدري يا بنت؟ اوعى كده حد فيك. اه ده اللي حصل بقى. يلا روح هات لنا شاي وسكر بسرعة. في شاي وقهوة جوه. قلت لك هاتي تاني شاي وسكر. بتعملوا ايه؟ مالكش قهوة بتعمل ايه؟ اقف على دايرة ما تفتحش لحد. وانت يلا خد الشراب دي وخش جوه. براي البنت دي شافت حاجة؟ حتى لو شافت يا حاج مش هتفهم حاجة. براي أما أسألك سؤال ترد علي على طول، شافت حاجة؟ ما شافتش يا حاج. سبحان الله على النسوان اللي عندي دي. الولاية بهيجة أنا مأكد عليها تخش عندها، ما تسيبهاش تنزل. سابتها تنزل ليه؟ يمكن قالت لها نهرها الحميدة. الله، وانت مش مفطم مراتك؟ مفطمها ومفهمها على كل حاجة. وحتى لو مفطمتهاش انا اكدت عليها في التليفون، قلت لها خليها عندك عطليها، احنا ورانا شغل. ايه النسوان دي؟ نسوان زي الازاز، نسوان كسر. وقالت لي ان ابويا قال لها ما تعوقيش. الحاج هيعوزها في ايه بنت المقددة دي؟ ده زي ما يكون الحاج مش هيقدر يستغنى عن بعدها. انت مش قلتلي انها كانت واقفه بعيد؟ ايوه يا حميده، بس الامر برضو ما يسلمش، دي بنت جنيه. بكره لما تتجوز الواد فتحي هترسى على كل حاجه. تتجوزه؟ تتجوزه عشم ابليس في الجنه. انت مش قلتلي ان الواد بيرسم عليها؟ ايوه بيرسم عليها، بس الواد ده ناصح وواعي ويعرف مليون بنت غير البنت دي. اكيد هيضحك عليها كده زي ما الواد سمير بن طاقه عمل. لا لا يا برعي، البت ورده دي باين عليها بت قروبه. ايه ده؟ يعني تقدر عليه؟ وتقدر على ابوه كمان. لا ابوه، لا يا حميده، ابوه ده جامد قوي، عليه دماغ محدش يقدر يهوب جواها. قولي يا برعي، هي البت دي لو اتجوزت اخويا فتحي ابويا هيعمل ايه؟ ده يا حميده السؤال اللي مش لاقي له جواب. عارف يا علاء، نفسي انا وانت نفضل على طول هنا. انت عارف ان المكان ده مكان انطونيو كليوباترا؟ انت متاكده؟ هما سموه حمام كليوباترا. ليه عايزه تفهمين ان كليوباترا كانت بتسيب القصر بتاعها بحماماته عشان تيجي تستحمى هنا؟ اكيد المايه كانت مقطوعه عندها. اقسى عليك، انت كده بتبوظ التاريخ يا اخي. خليك رومانسي وتخيل نفسك انطونيو وانا كليوباترا. ماشي يا ست كليوباترا، بس يا خوفي نهايتنا تبقى زيهم. يا اخي الشر بره وبعيد. خفتي؟ اوعي يا حبيبتي تخافي طول ما انا جنبك. الو، مين؟ الحاج؟ ايوه بسلامته موجود. تليفون يا حاج. روح عندي، روح عندي. حاضر. الو، اه براي، مين؟ وهو قاعد فين دلوقتي؟ طيب خلي البنت تعمل له قهوه على انا ما اجي. لا انا جاي على طول اهو. يلا مع السلامه.
ايوه حاج. وايه الحاجة؟ لا هو لسه مش راضي. انت قلت له حاجه؟ ما رضيتش اتكلم معاه في اي موضوع الا لما تيجي انت يا حاج. عايز يا صبح ربنا يسوى اشوف. السلام عليكم. اهلا 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 يا مرحب. اهلا سعاده الناس. يا مرحبا فندم. اهلا 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 سعادتك منور الدنيا كلها. ده بوجودك بوجودك يا حاج. والله انا لما غور عيني سعادتك موجود انا ما صدقت. انا قلت معقول معقول سعد افتكرنا؟ اصل سعادتك من اخر مره روحت وقلت عدولي. والله انت عارف بقى المشاغل يا حاج خصوصا اللي في شغلتنا دي. ربنا قوي سعادتك ان شاء الله يا باشا. الحقيقه يا حاج انا من حبي فيك خصوصا وسمعتك الطيبه على كل لسان قلت لازم يعني يبقى في ود بينا. ربنا يديم الود والمحبه يا سعاده الباشا. من حق. الف 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 مبروك. ده انا بلاقي ان سعادتك ترقيت. الله يبارك فيك يا حاج. انما انا بقول نجدد فنجان القهوه بقى انت انا ولا نجيب شاي احسن يا باشا؟ لا يا متشكر كفايه قوي القهوه اللي شفتها. يا مرحبا. القصد بقى يا حاج بما انك عايش هنا في البطنيه يا ريتك يعني تبقى معانا. ده كلام يا سعاده الباشا. اقعد انت قلت ليه اقعد؟ ده انا معاكوا كل معاكوا. انا على طول يا سعاده الباشا هتلاقيني في خدمتكم. ما انا عارف يا حاج اصل بصراحه احنا عندنا اخباريه ان في نقله حشيش كبيره قوي بتتم هنا اليومين دول. اعوذ بالله. اللهم احفظنا من كل شر. نقله حشيش كبيره هنا اليومين دول. انا عايز اقول حاجه يا سعاده الباشا. انا شايف انكم من ساعه ما عملتوا الحمله الكبيره بتاعتكم على البطليه دي وجبتوا عليها وطيخه الناس كلهم كل واحد ماشي في حاله محدش ليه دعوه بحاجه. انا حتى بنزل ساعات اعس كده ادور وابص لا عمري شفت حد بيفكر يبيع حته حشيش او حته افيون. ايه ده يا حاج انت مش عارف حتى تقول قرش حشيش ولا بوسطه افيون؟ اعوذ بالله الشر بره وبعيد. احنا مالنا ومال الحاجات دي. انا احمد ربنا الحمد لله انا طول عمري ماليش دعوه بالحاجات دي ابدا. طبعا يا حاج احنا متاكدين احنا عارفين ان انت راجل ملتزم. طب صدق بالله سعاده الباشا انا اخر مزاجي اخره يعني زردت شاي كده او فنجان قهوه صغير ادي كل الحكايه ودمتم. على العموم يا حاج احنا عاوزينك برضو تخلي بالك مننا هنا يعني لو عرفت اي حاجه يا ريت مكالمه صغيره منك تقول لنا على اللي انت حاسس بيه. يا سلام يا سعاده الباشا ده انا تحت امركم. وعلى كل حال انا من نفسي على فكره لوحدي من ايام الكبسه اللي عملتوها دي وانا بنزل ساعات احس كده اشوف كده اشمشم يمكن حد يكون بيعمل حاجه. انما ابدا والله الناس كلهم كل واحد في حاله. حتى العيال اللي انتوا ما مسكتهمش كل واحد دور على صنعه وبياكل منها عيش. ايوه كويس كده. انا بس خايف ليكونوا تهيالهم ان احنا خلاص صرفنا نظر عنهم وشلناهم من دماغنا. لا لا ما تخافش من الحاجات دي يا باشا. حتى المؤاخذه انتوا لو صغينتوا شويه هم عارفين ان انا قاعد لهم لا يمكن هغمض عيني عنهم ابدا. ربنا يخليك لينا يا حاج. الا قول لي يا سعد ليه انا مؤاخذه يعني كده عندي سؤال لو سمحت لي سعادتك. طبعا احنا ملناش بركه غير سعادتك. ربنا يخليك. يا ترى مفيش اخبار عن الواد جوز بنتي؟ اصل البنت وحشت امها قوي والست بصراحه ربنا ما بتبطلش عياط. الله يا حاج موضوع عليا جوز بنتك ده موضوع في منتهى الغرابه. تصور كل ما مدير الاداره يتدخل عشان يرجعوه يقولوا له دي اوامر عليا بلاش تتدخل فيها. لا اله الا الله. اوامر عليا ليه كفر الله الشر؟ هو الراجل غلط في حاجه ولا حاجه؟ ابدا يا حاج بصراحه كده بيني وبينك محدش فينا عارف هي الحكايه ايه بالظبط. اعوذ بالله. انما هنعمل ايه بقى؟ ربنا يقرب البعيد ان شاء الله. استاذن انا بقى يا حاج. ليه بسرعه كده يا سعاده الباشا؟ ده انت حتى قعدت سعادتك ما ينشبعش منها. اديني قدمت السبت يا حاج عاوز بقى الاقي الحد وما تحرمنيش من زياراتك. عينيا الاثنين يا سعاده الباشا. هنعمل اقصى حاجه عندنا ان شاء الله. اتفضل. يا مرحبا يا سعاده الباشا. يا مرحبا. الدنيا كلها نورت. ربنا يخليك بوجودك يا حاج. اهلا اهلا.
سعادتك النهارده انها تتكرر ان شاء الله. لا زي ما اتفقنا بقى، انا مستنيك في المكافاه. عايزك كده كل اسبوعين ثلاثه تيجي تقول لي اخبار جديده ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شرفت يا سعاده. السلام عليكم. مع السلامة يا ريس. مع ألف سلامة يا سعادة الباشا، نورت. أنا آسف. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك يا عم. مع السلامة. يا ترى كان جاي لي وعاوز إيه؟ خير يا حاج؟ كان جاي ليه؟ مش هتصدقني لو قلت لك. عارف كان جاي ليه؟ ليه يا حاج؟ عايز يشغلني معهم. سعادة الباشا عايز يشغلني انا مرشد عند مكتب المكافأة. سبحان الله، حد يعقلها دي؟ عايزين معلم العقاد يشتغل مرشد عندهم عشان يبلغ عن الناس اللي بيشتغلوا معاه. وماله يا حاج؟ كده بنبعد الشبهة عننا. شبهة ايه؟ الله يخرب بيتك، واحنا مشبوهين؟ احنا ناس زي البرلانت. انا بس اللي شغل بالي جملة الآلي، مش عارف عرفوا منين ان في شحنة كبيرة جاية الايام اللي جاية دي. جايز يكون بيوقعك يا حاج. يوقع مين؟ هو هيشك فين؟ انا بقول جايز يعني. بلا جايز بلا خيبة. اسمعني بقى، انا بقول نخف الشغل في الايام اللي جايه دي لغايه ما يكنوا عننا وبعيدوا خالص. اظن فاهمني. هو حد فاهمك غير يا حاج؟ بقول لك يا واد يا سالم، هو الراجل كان عند الحاج فوق ده، انا شفته قبل كده. الراجل ده باين عليه مركزه كبير قوي يا اختي، جاي بعربيه حكومه بره، وايه كمان، الحاج بيوصله لغايه باب العربيه. افتكرته. فاكر يا ولا الناس اللي كانت عملت كبسه على البطنيه ومسكوا تجار المخدرات؟ الراجل ده كان جاي مع الكبارات اللي جايين معاه. طيب ايه اللي جايبه النهارده؟ وغريبه جاي يعني من غير عساكر ولا هيلمان. تلاقيه صاحب الحاج وجاي يزوره. حاج ده راجل جامد قوي يا اختي. عارف يا واد يا سالم هو جاي للحاج النهارده ليه؟ ليه يا بنت؟ اكيد جايب اخبار عن الست مروه وجوزها الظابط. اصل انت مش عارف، الست بهيجه زعلانه جدا، عايزه تشوف الست مروه باي شكل. ما هو ده اللي هيجنني يا اختي، ازاي رافض يجوز بنته الظابط وهو بذات نفسه بيوصل الظابط لغايه باب العربيه؟ الرهالي يا اختي. انت عارفه يا بهيجه ايه اللي هيخلي الواد فتحي ده يبقى راجل بحق وحقيق ويتحمل المسؤولية من بعدي؟ من بعدك؟ ربنا يديك طولة العمر يا أخويا ويخليك لينا. البني أدم لازم يعمل حساب كل الظروف يا بهيجة. تقصد إيه يا حاجة؟ أنا مش فاهم. يعني اللي هيخليني أضمن إنه يشيل اسمي من بعدي إني أجوزه. الجواز ممكن يخليه يتحمل المسؤولية وياخد باله من نفسه. يا ريت يا حاجة. هو انا بتيك الساعه يا اخويا؟ ايدي على كتفك، ده انا منى عيني اشوف فتحي عريس ومخلف لي عيال ويتنططوا ويلعبوا حواليا. بس هو هيوافق؟ الله، وما يوافقش ليه؟ ما يوافقش ليه؟ تقدري تقولي لي هو مستني ايه لحد دلوقتي؟ هو انت يا اخويا في دماغك حد؟ الحياه انا في دماغي راجل كبار قوي نفسي انا اسبه، عبد المنعم بيه ابو شنب. تعرفيه ده؟ ده الراجل ده حبيبي الروح بالروح. لا معرفه الصراحه يعني. وابو شنب ده عنده بنات للجواز؟ انا اللي اعرفه انه عنده بنت واحده لسه ما اتجوزتش. لا مؤاخذه في اللفظ يا حاج، انت شفتها؟ مش مهم اشوفها ابدا، المهم مركز ابوها، مركزه. الراجل ده اللي يناسبه يقعد ويتعنطز ويحط رجل على رجل ما يهموش حد في الدنيا نهائي. ها ايه رايك؟
مش عارفة. يعني ايه مش عارفة يا ولية؟ يعني اقصد يعني لما اخذة كده يمكن الواد فتح ابنك حاطط عينه على بنت تانية. ايه الكلام الفارغ ده؟ واحدة تانية ايه وبتاع ايه؟ هو لو قعد طول عمره يلف في الدنيا هيلاقي واحدة احسن من بنت عبد المنعم بيه ابو شنب؟ يا اختي القلب وما يريد يا ابو فتحي. وبعدين ما انت عارفه ابنك لو فعلا عنده واحده تانيه ما كان قال ده. ابنك ده على طول بيرط. على رايك يا اخويا لو كان في واحده تانيه كان جه وقال لي. ويقول لك انت ليه؟ ما يقولش لابوه ليه؟ ما هو كل حاجه بيجي يطلبها مني وانا بنفذها، ولا هيجي عند الجواز بقى ويعمل مكسوف ويحط على وشه منخل. كلامك في محله يا سي ابراهيم، بس يظهر يا اخويا ان الواد فتحي ده حكايه الجواز دي مش في دماغه. انا عشان كده محتاجك بقى بهيجه، عايزك تحط انت حكايه الجواز دي في دماغه، رباطي دماغه، اكدي عليه. انا محتاج اناسب الراجل ده قوي. عبد المنعم بيه ابو شنب ده هينفعنا في شغلنا جدا، ده راجل عظمه جامده قوي. حاضر يا اخويا، عينيا الاتنين اعتمد على الله وعليا وربنا يقدم اللي فيه الخير ان شاء الله.